أنا عربي فلسطيني أحمل الجنسية الإسرائيلية. إحنا ما رحناش محل، ما هاجرناش، إحنا مش لاجئين. نحن لم نختار المواطنة الإسرائيلية، هي فرضت علينا. إحنا جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني. والدتي دائما تقول انه بسمونا عرب 48 وبسمونا عرب الداخل، احنا عرب الوطن. اطلق عليهم عرب اسرائيل او عرب 48 او عرب داخل الخط الاخضر، لكنهم كانوا وما زالوا جزءا من شعب فلسطين. هم البقية الباقية في أرضها بعدما انهجروا. الجزيرة تروي قصتهم ما بعد النكبة، قصة أصحاب البلاد. قبل أن يخرج الانتداب البريطاني قبل 15 أيار 1948 كان الانتداب البريطاني قد أتاح لاحتلال الساحل من يافا إلى القدس بأيدي اليهود. شردت يافا وامتدت الحركة شمالا على الشاطئ إلى حيفا. حيفا في نيسان 22 نيسان. الهجوم الرهيب على مدينة حيفا، ولازم نفهمها، الأحياء اليهودية موجودة على التلال والأحياء العربية موجودة في المناطق المنخفضة أو على المنحدرات، فبدأت العملية المدبرة والمخطط لها والمعروفة باسم عملية المقاص بالنزول من أعالي جبل الكرمل نحو الأحياء العربية والانقضاض عليها، فتم تهجير السكان. كان البريطانيين في الميكروفونات ينادوهم اطلعوا رح تدوموا بس 10-15 يوم وترجعوا على بيوتكم، ولأنه هن طلعوا بقجي يمكن في منهم ما أخدوش لا بقجي ولا إشي، كان عندهم شعور بدهم يرجعوا، ما كان في عندهم شعور إنهم بدهم خلص لا 10 أيام ولا 15 سنة ولا 60 سنة. هاي الصورة ما بقدر أنساها من ذاكرتي، وأنا لحد إسا كل ما أنام بشوف القوارب اللي نقلت المهجرين. من شاطئ حيفا هذا نقل البريطانيون الآلاف من سكان حيفا إلى شاطئ عكا. ظن الفلسطينيون مع قرب المسافة أن هذا نقل مؤقت لحمايتهم. وفي عكا تكفل الجنود الصهاينة بطرد سكان حيفا وعكا معاً إلى الشمال إلى لبنان. وفي نفس الوقت قبل 1948 أيار طبرية، صفد، بيسان، كل هذه البلاد احتلت قبل أن يخرج الانتداب البريطاني من فلسطين. أكثر من 200 قرية هجر أهلها تحت سمع وبصر الجنود البريطانيين، بدءاً بقيساريا الساحلية المشهورة بآثارها الرومانية. طرد سكانها قبل انسحاب الجيش البريطاني بثلاثة أشهر، وصولاً إلى السنديانة جنوبية حيفا التي طرد سكانها قبل مغادرة البريطانيين بأيام. البوابة الحديدية هي وضعها صاحب قطيع من الأبكار، استأجر هذه القرية. قابلت أحد الأشخاص يوم سقوط السندياني، يوم 12 من أيار 48، ذهب وباع الجبن في زيخون يعقوب
عاد إلى السندياني وباع بأربع جنيهات فلسطينية. وعندما عاد إلى السندياني وجد الهجوم في أوجه وجمع مع الأهالي في منطقة الجامع حيث نجلس نحن هنا، وأخذت منه المبلغ الذي باع به الجبن صباحا، أخذ مبلغ الأربع جنيهات فلسطينية. هكذا كتب في تقرير المعركة لمنظمة الإيتسل. جمعوا ثلاثة أيام وبعد ذلك فتحت لهم ثغرة في الشرق. وفي الشهادات الشفوية قيل لي بأن الضباط قال لهم بالمغادرة إلى الملك عبد الله، هكذا طلب منهم شرقا، عدم الانتظار والاتجاه نحو الشرق. كان في بالمسجد حوالي 97 واحد كلهم انقتلوا، منهم ثلاث بنات داخل الجامع دهمش. داخل جامع دهمش انقتلوا هم جوا، وتسكر الجامع لحديت اهل البلد لموا بعض وقرروا انه لازم ينفتح هذا الجامع من جديد. وفعلا يعني من 48 ل 96 ضل مغلق، فعلا ضل مغلق. بعدين فتحنا الباب ودخلنا جوا، حتى البلاط كان لسه فيه عليه الدم الأسود، شيت الناس اللي استشهدت جوا. أمي تسمع عن التهجير وعن اليهود كيف بفوتوا على البيوت وكيف بيقروا البطون وكيف بيغتصبوا الحرمات وكيف كل هاي الشغلات، وما كان بدها إنه توصل لهاي الدرجة. فكان أبوي يصف معي، كان يقولها وين بدك تروحي؟ احنا اذا كان اجوا وبدهم يعملوا شيء من هالشكل انا بتحكم بتخ حالي، يعني ما بخلي يصير في شيء من هالشكل. لانه جنود البلماخ معروفين كانوا انهم مجرمين سفاحين، وكل قريه يفوتوها كان يعملوا مذابح، فالشيء سوى زي رعب. تخيلي مثلا إنسان يصحى تاني يوم الصبح كل البيئة الإنسانية اللي هو متعود عليها بحياته اليوم يوم مش موجودة، لا عائلته ولا جيرانه ولا اللي تعلموا معاه بالمدرسة ولا اللي كان يشوفهم بالحارة، كل البيئة الإنسانية العربية الفلسطينية بطلت موجودة. يعني بيوت معدودة منها لم يسكنها أصحابها في 48، انتهوا من إعدادها، انتهوا من بنائها وطردوا قبل أن يسكنوها. يعني هاي مأساة. الحخامية الرئيسية في مدينة عكا يعني تم إعطائها بيت من هذه البيوت، واستطعتنا تصوير الكتابة المنحوتة على مدخل هذا البيت، يعني تم بنائه بسنة كذا وكذا، أو تم بحمد الله، يشكرون الله على 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 إتمام بيت بناء البيت. هذه المنطقة هي منطقة يعني كان يسكنها الجزء من البرجوازية المتوسطة الفلسطينية آنذاك. مما يضحض الرواية الصهيونية التي تقول أننا جئنا إلى بلاد قاحلة جرداء ليس بها حياة. أول إشي عملته الحركة الصهيونية إنها سرقت كل محتويات البيوت وسرقت كل الأملاك والسيارات، كان في عملية نهب كبيرة. فنقلوا الناس على بيوت بحي العجمي اللي كانوا مفرغينها من كل ما فيه. بعض المهجرين اعتقلوا، كانت هناك معسكرات اعتقال. في بعض الحالات وأنا قابلت ناس من هذا القبيل عادوا إلى قراهم وطلب منهم إخلاء محتويات البيوت من محتوياتها، عملوا في إخلاء بيوتهم. والسكان في كم من واحد لسه عايشين لليوم اللي شافوا الإشي بعينيهم، كيف كانوا يطلعوا بالجب
مع جنود الاحتلال يحملوا الجثث على العرباي او على الحمار ويجمعوهم فوق بعض يديروا عليهم كاز ويحرقوهم. كان في حوالي 30,000 نسمة قبل النكبة، صفيوا لها أقل من 1,000 نسمة بعد النكبة، بس برضو مش كل هذا العدد كان مواطنين اللد. كان في كتير مهجرين من مدن وقرى تانية اللي كانوا يهربوا من عصابات البلماخ ويتخبوا باللد. كان في حيفا 70,000 عربي، بقي 3,000، ومن تبقى من السكان تم تجميعهم في حي وادي نسناس. في هناك كثير من الحالات لأشخاص وعائلات ساكنة في هذا الحي، بيتها لا يبعد أكثر من 50 أو 60 متر في حي آخر منعوا من الوصول إليه، وبالتالي تم تسكين مهاجرين يهود في بيوتهم التي كانوا يملكونها وتحولوا هم إلى مستأجرين. ففي الشتاء بعد عدة أشهر كان برد قارس سنة 48، أنا عملت مقابلات مع ناس راحت على بيوتها تطلب الحاف أو إحرام أو غطاء أو مخدة على أساس أنها نايمة في البيت الجديد على الأرض، وكانت تروح على بيوتها والمهاجرين اليهودي الجدد مستفيدة من بيتها بكل محتويات البيت. يعني تتخيل بتروح في مهاجر جديد لم يكن أصلا في المنطقة قاعد في بيتك، وهلأ هو صار صاحب البيت وبده يعمل لك معروف، يمكن يعطيك غطاء يمكن ما يعطيكاش. هاي الشغلات دمرت الناس نفسيا. يعني إنسان زي سيدي مثلا، سيدي كان فلاح بسيط بس بيقدر يطلع على تاكسي من برج الساعة بيافا لبيروت، كان يعمل هيك كل آخر الأسبوع لما حابب يطلع مشوار يطلع بيروت بالتاكسي. أصبح رجل مثله بحاجة لتصريح تيطلع من حي العجمي للحي الملاصق لحي العجمي. 4,000 تم وضعهم داخل حي العجمي تحت حكم عسكري، مع سلك شائك حوالين كل الحي، مع جنود وكلاب تحرس الحي. هاي المحطة كان في ملعب فوتبول كبير، حطوا حواليه سياج، وصاروا الصبح بدري يلفوا على الدور يطلعوا أهل الدور يحطوهم جوا الملعب، بعد ما يجمعوهم يسكروا عليهم السياج وممنوع يطلعوا، يضلوا حراسة حواليهم. فصاروا يجيبوا المهاجرين الجدد اليهود ويسكنوهم بالبيوت، يدوهم البيوت يسكنوا فيها. هلأ بالليل لما كانوا يرجعوهم على بيوتهم صارت تخش العائلات اللي تلاقي في عندها عالم غريبة في البيوت، فينادوا الضابط عشان يسألوه يعني إيش بيصير هون، إيش يعني من وين أجت العالم هاي ساكنة ببيتي، أنا هون ما روحتش. فكان الضابط ما يلاقيش محل تاني يسكن فيه المهاجرين الجدد، كان يجبرهم إنه العائلتين يسكنوا بنفس البيت مع حمام مشترك مطبخ مشترك ويدي كل واحد غرفة. هون في المنطقة اللي احنا موجودين فيها هاي كانت كلها بيوت ناس، داخل نفس البيت مش العمارة، داخل نفس البيت كانوا يفوتوا بغرفة واحدة عيلة من بلغاريا وعيلة من رومانيا. تخيل انت شو معناته انت تسكن مع العدو بقلب نفس البيت، تستعمل نفس المطبخ ونفس الحمام. يعني اليهود فيش عندهم مشكلة يقعد يصرخوا على بعض ويتقتلوا قدام الغريب وقدام القريب ويرموا على بعض أشياء ويسبوا، أو انه تمشي بقميص النوم في البيت قدام عالم غرب، هذا ما كانش مقبول علينا طبعا. فكانوا العرب يخش على قطة ويسكر الباب، ومن ناحية تانية اليهودي يستفرغ بيت البيت. اللي داخل عندك على البيت انت بتفكيرك برؤيتك هو جزء من العدو. هلا القضية مش قضية تنظير، ما هو بيلبس جيش وبيطلع بحارب. المجتمع الإسرائيلي مش جزء منه جيش، المجتمع الإسرائيلي كله جيش، كل المجتمع نساء ورجال كله بيخدم بالجيش، وانت بتشوف الاشي هذا يوم. وهذا الجيش بيحارب مش شعب تاني، انت بيحارب امتك، بيحارب شعبك، بيحارب اخوك في المخيمات. كيف بدها تكون العلاقات؟
The refugees say they want to come back to their lands. Are you prepared to allow them to resettle? Well, if they want to come back to their lands, I don't see the reason why they left their land. We didn't compel them to leave. And there is plenty of empty land in the neighboring countries, especially in Iraq and Syria. They are underpopulated. There is most fertile land, there is plenty of water, and they can easily be settled there among their own people and under an Arab government. أن بقاء فلسطينيين في إسرائيل ما بعد 1948، يعني بعد إعلان قيام إسرائيل، هو خطأ في المشروع الصهيوني وليس ضمن التخطيط. الحرب على الجليل أو على بالذات على هذه المنطقة اللي هي الجليل الغربي بدأت في صيف 1948. في تلك الفترة كانت قضية اللاجئين قد تفاعلت وأخذت مدى كبير جدا في العالم العربي وفي العالم أيضا. لذلك ما يبدو الآن نتيجة لهذه الضغوط الدولية قرروا أن ينتهجوا حربا أخرى جديدة في الجليل، اكتفوا باحتلال المناطق دون طرد سكانها. وفعلا شيء ملفت للنظر. بعد ذلك من دراستي ومتابعتي للأرشيف الإسرائيلي اتضح أن هذا عمل قصدا بتعليمات مباشرة من بن غوريون بعدم طرد أي شخص من أهل الجليل إلا من خاف أو من خطأ أو ماذا، واحتلال الجليل بهدوء. ولذلك الغريب على عكس ما كان يفعله اليهود في 48 في المناطق الأخرى بأن يحاصروا المنطقة المعينة من كل الجهات ويتركوا لها منفذا تجاه المناطق العربية حتى تهرب الناس السكان منها إلى المناطق العربية، في الجليل اتبعوا العكس تماما، قاموا بتطويق المنطقة من حواليها من كل المناطق الحدود وأبقوا على السكان داخلها. سرعة احتلال المناطق العربية أذهلت حتى القيادة العسكرية الإسرائيلية، يعني صار في عملية تداخل. منطقة الناصرة دخلت في المناطق المحتلة عندما كانت الهجنات قد احتلت في مناطق أبعد كثيرا شرقا، ولذلك عملية التهجير أصبحت معقدة. لا يمكن أن صار في عملية تهجير داخلي، عملية التهجير أصبحت داخلية. الناصرة كانت 10,000 إنسان قبل 48، في ظرف أسبوع صارت 22,000 سكان، صفوري، سكان علود، سكان المجيدة، المعلول، كلهم التقوا بالناصرة. سكان مدينة الناصرة والذين لجأوا إليها لم يهجروا، إلا أن القرى ذات الأغلبية المسيحية لم تسلم من التهجير، ومنها قرية إقرث في أقصى شمال فلسطين التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي في 1 أكتوبر 1948. أنا بيتنا كان هون جنب الكنيسة، وبيت المدام تحت. دخل الجيش على البلد لهون، بدكم ترحلوا ناخذكم على الرامة لأسبوعين، بس لأسبوعين. وهي البلد كانت ملانة يعني بدون ما أخذ دخان معلق، تين، حبوب، بلد زراعية، فلاحين، كل ملانة. وغير اللي عنده أجلك بقر وحمير وجمال وخيل وأبصر شو. لجمعتين كان في معارضة كلامية بالأول، بس لجمعتين. ليه لجمعتين؟ حتى صير في أمن هون لتخلص الحرب. إيه؟ يا بتخوا الشباب يا بنرحل، هيك هذا بتذكرها قدام عيني أنا طفلي مثل ما قالوا. صفوا 20 شاب قدام، وانت نزل الخوري من هون يصيح تنوقفهم عن هذا. وساعتها أعلن أنه لازم نرحل. الظاهر أنه كان في خوف، وأنا ما بلومن أنه بعد المجازر اللي اليوم بعد نسمع عنها، مش من زمان، مش ضروري نسمع عن مجزرة دير ياسين، نقدر نسمع عن مجزرة غزة الأخيرة تنفهم مين الناس اللي عايشين معه هون. إحنا أكثر من 800,000 فلسطيني هجروا عام 48، لم يبقى غير 130,000 في الجليل والنقب وبعض المدن. إلا أنه أضيف إليهم مع تسليم المثلث المحاذي للضفة الغربية في اتفاقية رودوس أوائل عام 49 30,000 فلسطيني، فبلغ مجموع أصحاب البلاد داخل إسرائيل 160,000، وأصبحوا اليوم 1.5 مليون فلسطيني يحملون جوازات سفر إسرائيلية. بقينا في وطننا، وقررت هذه الدولة، وسأقول لك لماذا قررت، أن تفرض علينا المواطنة. لم يسألونا، وكان علينا أن نعيش هذا الواقع ونتعامل معه. يعني أن يعطوا جواز سفر إسرائيلي وهوية إسرائيلية. بالضبط.
لماذا؟ أولا لأن عددنا كان قليل، يعني 11% من السكان في الدولة لا نهدد وجود الدولة كدولة يهودية. لو كان العرب 40% لا يمكن أن يمنحوهم مواطن أو يعني يعطوهم مواطن. الأمر الثاني، إسرائيل قدمت، كان هذا الأمر فرض على إسرائيل فرضا من قبل الأمم المتحدة. عندما قدمت إسرائيل أوراق اعتمادها في الأمم المتحدة أعيدت هذه الأوراق إلى إسرائيل وقالوا لهم نريد ضمانات عن حقوق الفلسطينيين الذين بقوا عندكم. فقررت الحكومة الإسرائيلية عندها أن بدأوا الحديث عن المواطنة. هناك أمر آخر اللي تقبل عضويتها في عام 49 في بالضبط. الأمم المتحدة حتى تقبل عضويتها كان يجب أن تكون هناك مواطن عربي، ولكن هناك أمر لا يقل أهمية. معظم الفلسطينيين الذين بقوا في وطنهم هم في الجليل وفي المثلث وفي مناطق تابعة للدولة الفلسطينية وفق قرار التقسيم عام 47. وبعد أن انتهت الحرب عام 48 كانت إسرائيل تريد أن تفرض سيادتها في المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية، وكان هناك رفض دولي لهذا الموضوع، لم يكن مقبول دوليا، لا الولايات المتحدة كانت تقبل به ولا روسيا ولا الدول العربية على أساس أن هذه مناطق معدة للدولة الفلسطينية. حتى تثبت إسرائيل سيادتها على هذه المناطق أعطت المواطنة للسكان هناك حتى تكون جزء من الدولة العبرية. فهناك ملابسات كثيرة تاريخية بالنسبة لموضوع المواطنة. وأدرك الفلسطينيون مبكراً أن الدولة الجديدة لن تعاملهم كمواطنين وإنما كغرباء أو أغيار بل وحتى رهائن. أواخر عام 48 فرض حكم عسكري على الفلسطينيين، فخضعوا لمحاكم عسكرية وضبط عسكري 18 عاماً حتى عام 66. فورياً أعلن عن الحكم العسكري بشكل واضح، يعني تقييد حركة السكان، منع الفلسطينيين من العودة أو ما كان يسمى في حينه التسلل إلى الوطن. زيارات السنديان انقطعت بعد حادثة مؤسفة عندما عاد 3-4 شبان، نجا أحدهم وقتل 3، جاءوا ليحملوا، كانوا يأتون متسللين؟ نعم، في الليالي كانوا يأتون، والحدود ليست بعيدة، يعني نحن نبعد الآن عن الخط الأخضر خط هواء 10 كيلومتر ليس أكثر، 15 كيلومتر. يأتون من الضفة الغربية، من الضفة الغربية، يعني هؤلاء بالذات الذين جاءوا من قرية كفين في الضفة الغربية، وحاولوا أن يأخذوا موتور الديزل الذي كانوا قد ركبته الجمعية الزراعية في السندياني قبل التهجير بسنوات قليلة، وكان هناك كمين وتم قتلهم. فمن يومها توقف المجيء إلى السندياني. وفي هذه العمليات التي كانت تدعى المجاهدة استشهد الكثيرون من أبناء القرى المجاورة للحدود ومن اللاجئين أنفسهم. المجاهدة يعني عمليا أنت تأتي لتسرق ما تملك، ما كنت تملك. نعم. حتى الفلسطينيون المهجرون داخل إسرائيل منعوا من العودة إلى بيوتهم وأراضيهم، فقرر أهالي قرية إقرث الذين تعهد لهم الجيش الإسرائيلي بعودتهم إلى قريتهم أن يلجأوا إلى القضاء الإسرائيلي. راحوا أهل البلد وقفوا محامي من الناصر اسمه محمد نمر الهواري ودافع عن القضية بمحكمة العدل العليا، أعلى محكمة عدل في الدولة. حكمت المحكمة لصالحنا أنه أهل إقرث هن سكان هاي البلد قبل قيام دولة إسرائيل، وبدي يظلوا سكان هاي البلد، فيش أي مانع أي سبب يمنعهم أن يسكنوا في بلدهم. وبالرغم من هذا القرار، الحاكم العسكري في هذه المنطقة لكي يعطل تنفيذ قرار محكمة العدل العليا وعودة أهالي إقرث وبرعم بموجب قرار أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، قام بتعطيل هذا القرار من خلال الإعلان عن منطقة إقرث وبرعم منطقة عسكرية مغلقة. لم تكتفي إسرائيل بإغلاق قرية إقرث عسكرياً، فقررت عشية عيد الميلاد عام 51 أن تهدي سكانها
هدية العيد. ومن الصدفة ذهبت إلى أعلى محل فيها المطل على إخبط، وإذا بي أشاهد النيران تندلع من ذلك المكان والطائرات تحوم فوقها. حقيقة استغربت ولم أعرف ما يدور، إلا أن الطائرات كانت تخصف وأسمع الانفجارات وأسمع أشعار ألسنة اللهب تندلع من القرية. وبعد ذلك بربع ساعة جاء من حضر وقال إنهم يخدمون إقرت. هكذا كانت إقرث عام 48، وهكذا أصبحت بعد الهدم الإسرائيلي، وبقيت الكنيسة قائمة لتشهد على آثار قرية محيت لمنع أصحابها من العودة إليها، وإن ظلوا يعودون إليها بعد الوفاة. زي كأنه عم بيقولوا لنا بشكل واضح بشكل رمزي انه في رجوع لإقرت، ولكن بالتوابيت الى القبر ومش احياء تعمروا بيوتكم وتزرعوا اراضيكم. انه ب 24 ليله ميلاد والقريه مسيحيه طبعا تهدم القريه، طبعا الرمز واضح يعني انه ما في لكم شيء واحنا اقوى منكم واحنا داعسين على راسكم حتى باقدس يوم لكم. في جيل متعلق، إذا بدنا نحكي على أهل إقرت كأهل إقرت، في نسبة منيحة من الشباب اللي متعلقين وبيواظبوا مجيئين لهون. السبب كمان إنه ما يضيعش الحق، لأنه إحنا مقتنعين إنه هذا حقنا مهما مر الزمن، فمش بجملة جملتين أو قرار حكومي بيلتغى التاريخ والجغرافيا. في مثل هذه الليلة كانت حسرة، كنا نرى بيوتنا وهي تتهدم لكي يمحو من الذاكرة ومن الجغرافيا ومن التاريخ إقرت، لا راح يهموها من بالنا ولا من أفكارنا ولا من أعماق قلوبنا، وسنبقى في هذا التواصل. نحن المرنمين لك هللويا الآن وكل أوان وإلى دهر الدهر الآن وكل أوان وإلى دهر الدهر. رؤية السلطة الإسرائيلية للمواطنين العرب هي كون المواطنين العرب جزء من العدو، وإذا كانوا جزء من العدو يجب وضعهم تحت الرقابة العسكرية وتحت الحكم العسكري. كان شكل من أشكال الأبارتهايد الواضح، نظامين قانونيين، واحد للعرب واحد لليهود، يشبه تماما ما يحصل الآن في المناطق المحتلة، قانون إسرائيلي للمستوطن وقانون عسكري للفلسطيني. بما أن المجموعة فهمت في القاموس الإسرائيلي على أنها خطر أمني، فكان لابد وفق هذا المنطق من التحكم بها والسيطرة عليها من خلال نظام التصريح، من خلال ضبط حرية التنقل، ولكن لهذا كان هدف آخر مخفي، وهو في حال عدم الذهاب لفلاحة الأرض وزراعتها كانت هناك قوانين بالمقابل تسن في إسرائيل، في حال أن الأرض لم تكن مفلوحة لمدة 5 سنوات متتالية كانت أوتوماتيكيا تنتقل ملكيتها إلى ملكية حارس أملاك الغائبين أو ملكية الدولة، أو يحق للدولة مصادرتها بدون دفع تعويضات. بسبب الحكم العسكري لم يكن باستطاعة الناس الوصول إلى الأرض، فبهذا كانت تصادر بشكل أوتوماتيكي. يمنعونهم أن يصلوا ثم يصادروا. ثم يصادروا طبعا. عشرات الآلاف من الدنومات صدرت بهذه الطريقة. هذه يا سيدي رسالة من وزارة الزراعة بيقولوا لك فيها إنهم أخذوا شقة الأرض اللي عندك كان لأنك تركتها بور. بور؟ قال بور؟ كيف بدي أزرعها وأنا مش قادر أدعس فيها؟ والله كنت عارف إلى أرض يا أبو أحمد، الأرض الحيلة والفسيدة يا أبو أحمد. النتيجة معروفة، بكرة بيصيروا أصحاب الأراضي الشرعيين يشتغلوا بالأجرة عند أصحاب الأراضي الجدد. يعني إسرائيل يمكن القول بأنه إسرائيل هي مدرسة في مصادرة الأراضي. هناك أكثر من 25 قانون لمصادرة الأرض يستطيعوا أن يصادروا بشكل قانوني،
أي أرض أرادوا أن يصادروها بالقانون. في ظل الحكم العسكري استطاعت الدولة أن تسلخ معظم أراضي الفلسطينيين الذين ملكوها أباً عن جد وتضمها إلى الدولة العبرية. هذا مثال واضح. إذن يعني مصدر رزقهم الأساسي فقدوه بنسبة 70% في كل قرية ومدينة تقريباً بالمعدل. إذن هذا أثر كبير على البنية الاقتصادية الاجتماعية لمجتمع كامل تبقى في وطنه. السطو المسلح اللي صار في 48 إسرائيل عملت له قانون في 49. معنات القانون بيقول، القانون اسمه قانون أملاك الغائبين. معنى قانون أملاك الغائبين إن إسرائيل بتبعت موظفين تعد الأملاك اللي موجودة في كل يافا، في كل فلسطين عمليا. كل إنسان موجود خارج ملكه أثناء العد بيخسر ملكه للدولة. وهذا معناته إنسان، طبعا إسرائيل هجرت كل من تبقى بيافا وحول يافا إلى حي العجمي. إنسان اللي كان له أملاك في حي المنشية عمليا خسرها. إنسان اللي كان له أملاك في حي النزهة أو في تل الريش أو في أبو كبير أو في يزور، في أي منطقة خارج حي العجمي، خسر أملاكه. بموجب هذا التعريف الغريب العجيب، قانون ما يسمى بقانون الحاضر غائب، وهذا هو التوصيف الصحيح لقانون أملاك الغائبين، بموجبه هناك مئات ألاف الفلسطينيين ممن فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية يعتبر بموجب هذا القانون غائبين في كل ما يتعلق في حقهم في العودة إلى أراضيهم واستنفاذ حقوق الملكية في أراضيهم، بالرغم من أنهم اعتبروا بنظر القانون الإسرائيلي مواطنين. حتى من تواجد في منطقة الناصرة مثلاً، منطقة الناصرة أنت تعرف حسب قرار التقسيم الناصرة ليست جزء من الدولة اليهودية، من تواجد أيضا في منطقة الناصرة لا يعتبر كمن كان في داخل دولة إسرائيل ويعتبر غائبا حسب القانون، مع أن الدولة اليهودية هي التي توسعت بعد أكثر من قرار التقسيم وأخذت مساحات بالضبط. أوسع أنت موجود في دولة، في الدولة حسب قرار التقسيم في الدولة العربية، لا يهم أن دولة إسرائيل هي التي قامت بشن العدوان على نطاق الدولة العربية، أنت تعتبر بنظر بالتعريف الأول تعتبر غائب، وعلى هذا الأساس يتم التعامل مع العرب في كل ما يتعلق في حقهم في ملكيتهم الأراضي. عام 49 عزمت إسرائيل على تهجير سكان الحي الشرقي بالناصرة، فتصدى لذلك سكان الناصرة مجتمعين. بوليس كان يجي مرات في الحصان مع الكرابيج، مرات في المي السخنة، مرات يصيح. وندرمان كان رئيس الشرطة، وسولوس رئيس الحكام العسكريين اللي كانوا هناك كانوا يجوا يهددوا فينا، وإحنا ما كنا نروح إطلاق سراحنا. إيش أجوا بالآخر؟ بدهم يطلعوا المساجين في التركات ويرموهن على خارج البلاد، خارج الحدود. فإحنا لما أجوا بدهن يطلعوا السيارات نمنع على الأرض، قلنا على أجسادنا ولا يمكن يمر أي سيارة. عشان هيك لما كانت السيارات تقرب على الباب ونرتمي على الأرض كانوا تتراجع السيارات. على هذا النسق ضلينا كل النهار من الساعة 10 للأربعة للخمس المغرب، تنو طلعوا قسم كبير الأغلبية الساحقة من الرجال روحت عبيوتها. مدينة المجدل تم تهجيرها في مطلع الخمسينات عام 1951، مدينة تم تهجيرها، وكذلك قرية الجلمة، في قرية جلمة طول كرم، والشرايع في منطقة أم الفحم 64-65، فالأمثلة عديدة. فهي العقلية اللي أرادوا أن يؤسسوها عند العرب الفلسطينيين في هاي البلاد هي أنهم أنتوا ناس أولاً مؤقتين، يعني هذا كان رسالة من الحكم العسكري إلى هؤلاء أنه أنتوا ناس مؤقتين، أنتوا تحت ضبط عسكري
شديد جدا. ثانيا كل شيء مراقب وكل شيء معروف، وهذا الحاكم العسكري أو هاي الذي يجسد الدولة أمام هؤلاء الناس يعرف كل شيء عنكم، هو يتصرف بوقتكم، هو يتصرف بمكانكم، هو يعني يتصرف أعطيت صلاحيات كبيرة جدا للحاكم الحاكم العسكري. كان هو الدولة يعني بالنسبة لهؤلاء الناس، كان الحاكم العسكري هو الدولة، هو يمشي أمورهم، هو يعطيهم تصريح إن كانوا راضي الحاكم العسكري أو مش راضي عليهم. هو أيضا كان يفتتح مناسبات، تصير في مناسبات بالقرى يحضر الحاكم العسكري أو من ينوب عنه. هو الدولة اللي يجب أن يعني يخضعوا إلها بمفهوم الخضوع النفسي كمان، ليس فقط الانصياع لتعليمات ولأوامر وقوانين. مع أن كل من بقي سنة 48 في داخل إسرائيل من العرب الفلسطينيين لا يتجاوز 170,000، إنما كان بينهم أقلية من من تعاطوا السياسي قبل، على رأس هؤلاء كان يعني من أبرزهم كان الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي كان يعمل في فلسطين أيام الانتداب ثم استمر يعمل بعد ذلك في إسرائيل. عمليا المخابرات كانت تقرر للمجتمع الفلسطيني أن الحيز المسموح فيه هو العمل ضمن إطار يهودي عربي أو ضمن إطار تقرر الأحزاب السياسية الصهيونية. يعني كان هناك الحزب الشيوعي هو الحزب الشيوعي الوحيد اللي كان خارج هذا الإطار، باقي الأحزاب وهو كان إطار يهودي عربي، باقي الأحزاب كانت أطر صهيونية وهناك لها فروع عربية تخدم المصلحة لمباي أو مبام أو كل حزب من الأحزاب الصهيونية اللي كان عندها فروع في داخل المجتمع الفلسطيني. أني أنا كنت في الحزب الشيوعي، أبوي مش نشيط سياسياً، كان مكتفي ما كانش يقبل أنه يتنازل، يقول لهم أبداً أنا ما بكسر كلمتي ولا كلمة بنتي، بنتي مناضلة وهي ماشي في طريق شريف أنا ماشي معاها. حبسوني في غرفة، مش غرفة، أنا بقدر أقول بيت خارج يعني متر بمتر، في عبارة عن جورة اللي كان يمكن كان يستعملها البوليس زي بيت خارج، فيش محل أوقف يعني متر بمتر أو متر وربع خلينا نقول أزيدها شوية، الجورة بالنص، رائحة اللي لا تصور ولا الإنسان اللي، بس أنا تحملت. كان من أصعب الأيام في حياتي في السجن، كانوا يهددوا في كل الطرق إنه أنا لازم أعمل زي ما بدهم، وأنا ما كنت أرفض إيش كانوا يطلبوا بسبب العمل السياسي، يريدون التهديد لتوقف العمل السياسي. أيوة لا أوقف العمل السياسي، وأنا كنت أرفض إيش بدهم يعملوا فيي، كنت أرفض. وأنا أحيانا كانت معركة بالإيدين يعني أضرب البنات اللي كانوا هناك. الحكم العسكري حاول أن يكمم الأفواه واستعمل سياسة القهر والقسوة والعصا، اعتقالات، سجون، مطاردة سياسية، فرض إقامات جبرية، منع الانتقال من قرية إلى القرية التي تجاورها إلا برخصة بعد طلب أيام مع تجديد. مقر الحاكم العسكري مقر الناس توقف فيه بالدور، يعني اللي رايح على مكتب الحاكم العسكري لا يطلب تصريح أو لا طلب أي شيء، وأولا يمر مثل ما الحواجز اليوم بين القرى الفلسطينية والمدن الفلسطينية، وأولا يعني قبل وصوله إلى الضفة الغربية كما الوضع بالضفة الغربية، يعني هو يجب أن يمر هاي حالة الإذلال الأولى لحد ما يوصل للحاكم العسكري. طبعا اللغة اللي كانت وأنا بعرفها من الناس اللي عاصروا الحاكم العسكري فترة الحكم العسكري ما هي كانت لغة احترام، يعني كان في إذا المختار جاي أو إذا الشخصيات اللي تخدم الحاكم العسكري الوجهاء بمفهوم الوجهاء يجي عند الحاكم العسكري لهم هاي الـ VIP اللي يوصلوا لعنده، ولكن من ناحية ثانية الناس العاديين كانوا يضطروا يقفوا بالدور حتى يأخذوا تصريح لا يوصلوا على المستشفى أو يأخذوا تصريح لا يطلعوا على الشغل، يقفوا ساعات بالدور.
كان نظام التصاريح الذي يضبط حركة المواطنين وحرية التنقل وحتى حرية التسمية، تسمية أبنائهم. هناك حدث يرويه لي والدي بأنه عندما سماني جمال استدعاه الحاكم العسكري وقال له هذا اسم متطرف، لأنه كان أنا ولدت عام 55، كان جمال عبد الناصر في مصر. حتى هذا الشيء، حتى الاسم كانوا يتدخلوا فيه. أحد المعلمين في قرية يافت الناصري علم طلابه قصيدة عليك مني السلام يا أرض أجدادي. فصل، هذه أرض أجدادك، هذه أرض أجدادنا. معلمين مثلا يقوموا في أي نشاط له طابع وطني أو طابع قومي، الحاكم العسكري كان يطلعهم من الوظيفة، أو كان أحيانا يبعدوهم ينفوهم من مكان إلى مكان. معلم مثلا بالمثلث يأخذوا يعلم بقرية بالجليل بشمال الجليل أو بالعكس. فعمليا أنشأوا جيل كامل من المعلمين ومدراء المدارس اللي أصبحوا منتهمين في العمالة، لأنه لا تستطيع أن تتعين كمدير ولا كمعلم مدرسي بدون ما ترضى عنك المخابرات والمخاتير. المخاتير أو رؤساء الحمائل أو رؤساء الطوائف، يعني كانت علاقتهن مع السلطة تتراوح بين كونهن يعني عملاء للسلطة وبين كونهن وسطاء للسلطة لدى المواطن العربي. الغالبية كانت تصوت للأحزاب الصهيونية أو لأحزاب لقوائم عربية مرتبطة بالأحزاب الصهيونية. طبعا هذا الأمر يمكن أن يكون مستهجن بمنظار تراجعي، ولكن بظروف تلك المرحلة هذا الأمر هو نتيجة للضغوط السياسية، الضغوط الاقتصادية، وأن الناس تريد أن تعيش، وبالتالي كانت تجد الحلول الفردية من أجل أن تتمكن من العيش وإعالة عائلتها. الأول فسحوا المجال أمام الوافدين اليهود المهاجرين أن ينخرطوا في سوق العمل وأن لا يبقى يهوديا واحدا عاطلا على عمل متبطلا. هذا جاء على حساب الفلسطينيين الذين انحصروا في أراضيهم وفي إمكانيات محدودة حول القرية أو من خلال معارف لهم كانت قبل 48 وإلى آخره، انحصرت فرص العمل. مثلا أستطيع أن أعطي مثالا، والدي لم يجد عملا منتظما إلا بعد العام 1968، يعني بعد 20 عاما على قيام إسرائيل. الحالة مش موفية، لما العمال الصهاينة بأخذوا 16 ليرة ليش احنا بناخذ 7.5؟ ولك يا خي ليش بتكتر حكي؟ بدك إيش بلاش؟ هو قادر يشتغل مقصر ومنين منجيب تصريح؟ إذا نجا مش راضي عليني، ما هم عاملين التصريح مثل السيف فوق رقابي. لولا كرامة المختار وجاويد هالبلد ما كنت باخذ واحد منكم. يا ابن حليمة بكفي تهددنا كل يوم، انت مجبور تأخذنا لانك مش رايح تلاقي ارخص منا. رسم لي حالك من الصبح، الحاكم ما بيعطي التصاريح عشان سواد عنيك، بيعطيها لانه الخواجات بحاجة لعمال ارخاص مثلنا، ولو انهم ملاقين غيرنا وبسعرنا ما بياخذونا. اعطى الامكانية للسوق الاسرائيلي لاستغلال العرب في سوق العمل. هم كانوا في أسفل سلم التدريج الاجتماعي الاقتصادي في المجتمع الإسرائيلي في هذه الفترة، عانوا من كل أنواع التمييز، من كل أنواع القمع، من كل أنواع الملاحقة، سواء من قبل أرباب العمل أو سواء من قبل الشرطة الإسرائيلية التي كانت تلاحقهم، وذلك لفحص تصاريح العمل التي يملكونها. فكانت أوضاعهم صعبة. وأيضا هناك الاعتبار السياسي النابع من الهزيمة والشعور بالدونية أمام اليهودي الذي انتصر عليه فقط قبل بضع سنوات والآن هو يعمل لديه، بمعنى أن الحالة السياسية لا يمكن فصلها عن الحالة الاقتصادية في فترة الحكم العسكري، وبالذات هذا الانتقال من مرحلة الزراعة إلى مرحلة العمالة. كله بهدل يعني بصراحة للعمال المتعودين وخلقوا عند أهليهم إن هن عارفين حالهم فلاحين وعند الأرض أصلاً وعندهم طريقة حياة مدى آلاف سنين حسب رأيي، بلاش آلاف، ألف، اللي فجأة طريقة الحياة هاي بتنكسر وبتتوجه إلى تشتغل بمصنع ما بين الذل من صاحب المصنع كم بالحري إنه هو
أصلاً مش فلسطيني، بده يكون صهيوني أو مستعمر. كبلانين كبلوا برصون بوعليم عربي המוכנים לעבוד בעבודה שחורה וקשה. ובכלל, נוח להתעסק עם פועלים שלא צריך לתת להם זכויות סוציאליות, תשלום לביטוח לאומי או לקופת חולים. כבר בבוקר שמעתי מנהל עבודה צועק על תימני אחד. איזה עבודה ערבית? אולי לא תעבוד כמו ערבי. فرض على الطلاب العرب تعلم اللغة العبرية كلغة رسمية للدولة الجديدة، وبدأت الصحف الرسمية في نشر دروس يومية للغة العبرية. وفي بعض الأحيان كانوا يضطرون لتغيير أسمائهم، وذلك لمنع الشرطة الإسرائيلية من اعتقالهم. مرحبا عبد الله. أهلاً أهلاً. لا تقطع لسك الله خليك. هون بندهولي إيلي. ايش تشرب؟ تشتغل بهالقهوه؟ اه. ما بيجوز يوصل فينا الحال انه نسحب اسامينا. يا اخي وفر على حالك تعب وكف شرك عني على هالصبح. انا متفاهم مع صاحب القهوه على هالموضوع. المشكله مع الزباين مش معه هو. اذا ما غيرت اسمي العربي بتهرب الزباين. الي نسكافيه. كان قوانين العمل اللي اليوم نتحدث عنها حول 8 ساعات و7 ساعات، وهذا الأمر تقريبا لم يكن قائما. كان يعني أن تحصل على مكان عمل هذا بحد ذاته الإنجاز الأكبر، بعد ذلك أن تبيع قوة عملك بشكل كامل للمشغل. طبعا هنالك يعني قصص ظريفة تنتج على هامش هذا الموضوع. الناس حتى الآن لم تصدق بعد في تلك الفترة أن هذا هو الوضع المخلد، هذا هو الوضع الأبدي، هذا هو الوضع الدائم الذي ستعيشه. يعني أنا أذكر حادثة عن أحد المواطنين من شفا عمر، حدثوني فيها فيما بعد، أنه قام بعمل معين في البناء، فجاءه صاحب العمل وقال له شغلك مش مظبوط ولازم أنت، فقال له شو خصك أنت، ما شأنك بذلك؟ قال له كيف ما شأني، العمل بالنسبة لي. قال له أنتم طولين هون. يعني الناس كانت ما زالت فيها حالة هذا الارتباك بين فقدان المكان، فقدان الزمن، فقدان الزمن المعايش، وحصول شيء جديد، شيء جديد فيه قسوة، فيه اقتلاع، فيه اضطهاد، فيه حكم عسكري، فيه ملاحقة. لكن في إشي ما كانش قاعد في رأس الناس، إنه في إشي مش مزبوط، يعني في حتما في إشي غلط. نحن اعتقدنا أن الأمور لابد أن تعود إلى مجراها بعد سنتين، بعد ثلاث من النكبة، لكن أعتقد أن بعض القيادات العربية فكرت الأمر ذاته، أن الأمور لابد أن تستوي، لا يصح أن يأتي شعب ويغتصب أرض شعب آخر ويهجره من وطنه وتنتهي المسألة، لابد من إصلاح للوضع. أعتقد أن هذه هي كانت الحالة السائدة، فحالنا من حالهم وحالهم من حالنا. لم نعي ما حصل، الصدمة كانت قوية جدا في الوجدان العربي ككل وخاصة الفلسطيني. عايشة في الناصرة، طلعت هي من البلاد في 9 تموز سنة 1948. يعني أختي ما كان في أي تواصل معها شخصيا، كانت صعبة جدا على أمي على أبوي على خواتي. الناس تشتتت في كل مكان، وإسرائيل قررت أنه كل مكان تاني في المنطقة هو دولة عدو، بمعنى للناس اللي بقيت إذا تم تهجير عائلتك لمخيم الشاطئ في غزة وانت اجريت اتصال تطمن اذا اخوك عايش اذا وضعه منيح كذا، انت اجريت اتصال مع دولة عدو، فعمليا فرض عليهم الانقطاع عن العائلة وعن المجتمع وعن كل العالم العربي بشكل قسري لعشرات السنين. كان الانسان عشان يقدر يسمع صوت اخوه او اخته او عيلته في لبنان، في مخيمات اللاجئين في لبنان أو مخيمات اللاجئين في الأردن أو حتى في الضفة، كان يستخدم الراديو في أنه يبعث سلاماته لعيلته.
إلى دار الإذاعة الإسرائيلية. يلا تعال تعال هسا ابعثوا لنا هالناس واحد واحد. أنا مشغول بدير من كل الوقت. أحكي. أنا مسعود بدير أبو مرعي من قرية كفر كاسم، أهدي سلامي إلى زوجتي اللاجئة في لبنان أو سوريا أو الأردن. طمنينا أنت موجودة فين؟ نحن هون بخير، صحتنا كويسة وحالنا ممتاز. أبعث سلامي لابني أسعد المقيم بلبنان. يما ليش ما بترسلناش؟ ابعث خبر لأمك. أبوك مات يا أسعد. جاء هذا البرنامج الذي يعني تريد إسرائيل في أن تبدو وكأنها تهتم بمشاعر الناس وبحنينهم إلى أقربائهم وتهتم بالوصل بين الذين هنا وبين الذين هناك، ولكن المعنى المستتر هو الرغبة في القول أن هذا هو الوضع النهائي للصراع، أو هذا هو الوضع النهائي، أنتم الآن هنا هم هناك وستتواصلون عبر الإذاعة فقط. في خلال 20 سنة إسرائيل حاولت، عندما فشلت في عبرانتنا، حاولت أن تبقينا عرب، ولكن عرب مدجنين، يعني عرب بلهجتها هي وبخطابها وبلغتها، ومورست هناك من خلال المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني اليهودية، الهستدروت مثلا، محاولات لإقناع العرب أيضا بالتخلص من اللغة العربية الفصحى والتحدث باللغة المحكية الدارجة الفلسطينية المحلية، حتى يتسنى للدولة قطع أواصر العلاقة التاريخية واللغوية والثقافية بين الفلسطينيين المتبقين هنا وبين المحيط العربي والشتات الفلسطيني. انقطعت الصلة كليا، الصلة الثقافية بالبلاد العربية انقطعت، المجلات الصحف الكتب لم تصل، ولذلك كان علينا منذ البداية، كانت هناك جريدة الاتحاد، 1951 أصدرنا مجلة الجديد كملحق للاتحاد، وسنة 1953 صدرت كمجلة مستقلة، ومن أحد العناوين حاجتنا إلى أدباء. المدن أفرغت، ظل الجمهور القروي، وظلت نسبة الأمية كبيرة، فكيف نصل إلى هؤلاء الناس؟ رأينا أن نقيم المهرجانات الشعرية، جن جنونهم من القصائد التي تلقى في هذه المهرجانات، وكتبوا في جريدة دافار مقالا وأكثر من مقال. بيرس مغيرو تحدث عن شعر الخناجر عند حنة أبو حنة وغير حنة أبو حنة. بقيت رموز تعمل في الخفاء والسر وفي العلن على إبقاء هذه الجذوة مشتعلة، وأعتقد أنهم نجحوا في إحداث تثوير، حالة تثوير ما داخل المجتمع الفلسطيني، رغم كل التهوير، رغم كل الضبط، وكأنها يعني قانون الطبيعة، لا يمكن محو هوية أناس بالكامل. قرية كفر قاسم كانت ضحية مخطط أعده رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون ورئيس الأركان موشي ديان، منتهزين فرصة العدوان الثلاثي على مصر لتهجير الفلسطينيين من منطقة المثلث إلى الضفة الغربية. خمسون قبراً هنا تشهد على المجزرة، جميعهم قتلوا عشية العدوان الثلاثي عام 56. فكتب توفيق زياد: ألا هل أتاك حديث الملاحم وذبح الأناس ذبح البهائم، وقصة شعب تسمى حصاد الجماجم، ومسرحها قرية اسمها كفر قاسم. تاريخ واحد حفر على جميع قبور الشهداء، ومتحف القرية يوثق صور بعضهم، رجال ونساء وأطفال تم اغتيالهم في ساعة واحدة بين 5 والـ6 مساء.
نجا بعضهم بأعجوبة فكانوا شهود عيان على المجزرة، منهم محمود فريج الذي كان عمره 25 عاماً. المعلم أجا في 28، أذكر يوم الاثنين، أجا يوم الأحد المعلم، قال بكرة مو جايين على الشغل إحنا، لا أنا ولا العمال اليهود، بتيجوا أنتوا بتنظفوا على ظهر المحجر وبتشتغلوا. ما قال إنه بده يصير حرب ولا إشي ما تجوش، قال بتيجوا. جينا إحنا في 29/10 يوم الاثنين، اشتغلنا كالعادي، خلصنا شغل 29/10 دائماً الساعة 5 قريبة على المغيب طبعاً، الساعة مش غايب الشمس. صحيح الشغل بالمحاجر صعب، بس بيظل كل كم يوم بيجيك شغل مع رجع. روحنا إحنا لما صرنا هان، أنا بكيت لقدام من العمال، ظليت تالي أنا بدون ما أعرف اللي وراي وين راحوا، ظليت تالي على الشكة هذا على الشمال، على الشمال طلعت الجماعة اللي معي الثلاث طلعوا على اليمين. أبوي أخذني على جنب مستشفى بلينسون، كان في لواحد يهودي معلمه يشتغل، أبوي عنده كان عنده شوية زيتون، كم شجرة زيتون، ورحنا نخرطهن يوميته نخرطهن، وأنا ولد شاب كنت أخذ الزيتونات وأجيبهن، وفي المغرب هو أخذ البسكليت مني وروح، وأنا وأخرى صاحبي لي كان معاه بسكليت، وطلعنا لحد سهل البلد، شرنا البسكليت تاعه في السهل وطلعنا على الشارع الرئيسي. اجت سياره لواحد اسمه عطا، هنا عطا يعقوب، طلعنا معاه هنا، بيطلع حوالي تقريبا 18 19 20 شاب. دلعن دلعونا باي باي الغرب الوطن حانونا. الكت بالضبط انا لما صرت هان في جيب واقف. اول فتحوا النار على الثلاث وردوا علي رصاص هيك، رد الرصاص رماني على الارض. ساعتها عرفت انه الضرب كتل. في هذه اللحظة لما وقعت أنا كلوا تفسيك وخبال على كدورين. شو يعني؟ خبال على كدورين. شو يعني؟ يعني أتضربوش كثير رصاص، أعطوا لكل واحد طلقة في راسه. يعني الكدور حياني عليه، البني آدم مش حياني عليه. إنه لكل أخذ كدور بروش. هلكيتهم من تلاي، سمعت واحد جاي علي بخبط وجاي يحط لي طرقة في راسه. شو بدك كله طنيبك ناصب. وقعت انا في اعداد الموتى. في هذه اللحظه جين غنم من هناك مطرح الدار هذا، وفي معهن واحد وابنه، ابنه يمكن عمره ابو 7-8 سنين. رد حاله على الراعي وابنه كتلهم، وأنا نسيوني. ركات الجماعة اللي هناك انصابوا اثنين، الغنم لما جين وقع اللي معنا الثالث، لما جين الغنم مشى مع الغنم. أنا وقعت بالضبط هان، وجماعتي وقعوا على براي بيني وبينهم الطريق. صار اللي يجي إلكو، يعني إحنا ضربونا هان، إلكو الثانيين لهناك، الثالث لهناك، يعني يبعدوا ما يخلوش واحد يشوف الثاني. تودي علي راف سيري ملينكي، تودي علي راف سيري ملينكي، بحوت أسريم. لما يجي واحد بحوجش إنهم يكوموا عليه ينادوا عليه يقولوا له تعال هون وين كنت، بس يميل عليهم يطخوه. اما لما يجوا جماعه كثار يلكوهم. بس يعني لما وصلنا هنا شفنا الجنود واقفين هنا ووقفوا السياره، قال له وقف. قالوا لنا ينزل، نزلنا جميعنا على الشكه الشمال، نزلنا لهذه الشكه.
سيارة بوزلة جاية يعني، واحنا نزلنا للشقة الشمال. واقف بالنص يا كلب. كان اللي جنبي واقف حياة عطل يعقوب واحمد الصوص. من اي بلد انتو؟ كفر قاسم. بس بين بعهم كانوا ثلاثة جنود واقفين و يتذكر كلتك صورتهم يعني يحصد. وبعدين ولعت. أنا كنت ولد صغير بين هذا البكتين، لما ندبوا دبوني جيت عبر كرمة البطون، بكى مربع بطون كل رصاص طال من مرا راسي فوق راسي. ولد صغير بالرصاص اللي هي حمت عني يعني. سيارة البنات بعد هاجت مركت، لما شافوا الكتلة بده يهرب سبكوا له من الشكة هذه. وقف 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 مسكين. يلا يا عمي ايش عملنا لا تقتلونا؟ انزلوا لا تخافوا. ونزلوا البنات واللي معهن اولاد وصفوهم صف، ولا تخافوش اطلعوا هوياتكم مشان يعطوا الامان، ورجعوا وحصدوهم. سمعت صراخ البنات وسمعتوه كلهم اخذ نور كل اخذ كدور بروش بدوا يحطوا الطلقه في راسه ويزيحوا الاجل. مشيت على ثلاث مش قادر أوقف، ومركت على أخوي واللي معه، مركت من بينهم حكيت معهم أحمد علي رحمة الله عليه. لما كنت في المستشفى أسأل وين أبوي، قالوا له مريض وبدوش يجي هذا. بعدين في الاخر عرفوني انه ابوي توفى في الحادث، يعني توفى هين في المطرح هذا. انا هين على جنب هناك، كنا البنات هين والاولاني فوق وبيقدروا ينزلوا يعني لتحت. هنا ازل ايش كتب الناس هنا في هذه الساحه. عيلتي ابوي اللي استشهد، وخالي اخو امي، وبين خالتي وعمتي. طالب الفلسطينيون بمعاقبة منفذي الجريمة. كانت الكتيبة المنفذة معروفة قادة وجنودا، واستمرت جلسات المحاكمة العسكرية المغلقة عامين. والصحف الصهيونية تطمئن الجميع أن الحكم سيصدر عما أطلقوا عليه لقب حادث لا مجزرة. وانتظر أهالي كفر قاسم. وصدر الحكم الذي وصف بالعادل والمشرف. القتلة من أمثال الملازم جبرائيل دهان تم ترقيته عام 60 ليصبح مسؤول الحكم العسكري في الرملة. أما قائد اللواء شدمي الذي أصدر الأمر بالقتل فحكم عليه بدفع غرامة قدرها قرش واحد. ألوف مشنى شدمي زكام أشمات هرصح بكفر قاسم וחויב בתשלום 10 פרוטות באשמת חריגה מסמכות. משפחתו, ציני צהל בכירים וסנגורו מקבלים את פניו לאחר המשפט. انهم حاولوا
في مجزرة كفر قاسم أن يدفعوا الناس كما دفعوهم في مجازر أخرى وحالات سابقة بأواخر الأربعينيات أن يهجروا وطنهم. وإسرائيل بالمناسبة تركت الحدود مفتوحة حتى الحدود الشرقية نعم. الحدود الشرقية للضفة الغربية حتى يذهب الناس ويهاجروا. إثارة الرعب ما بين من بقي على أرض وطنه من الشعب الفلسطيني داخل دولة إسرائيل، وربما التأثير على مجموعة في الأساس في منطقة المثلث أن أيضا أن تهاجر وأن نتيجة الخوف والمجزرة. وعلى الرغم من المجزرة وحجم المجزرة على الناس، الناس بقيت في كفر قاسم والمثلث كله بقي. بعد 10 سنوات من الحكم العسكري وجد فلسطينيو الداخل أن لا بديل من التظاهر الجماهيري. كان أول أيار 58 ومنع التظاهر في يوم العمال العالمي أول أيار. الحزب الشيوعي في مدينة الناصرة قرر التظاهر رغم منع المظاهرة، عدم إعطاء ترخيص للمظاهرة، وحدثت مواجهات عنيفة مع الشرطة واعتقالات واسعة. كان القرار وقرار سياسي أيضا لكسر حاجز الخوف ما بعد مجزرة كفر قاسم. وقفت السلطات على المفارق تمنع اللي بيجوا إشي، لكن قلنا برضو إنه إحنا بدنا نعمل. أجا ناس من أم الفحم ومن كفر ياسيف تهربوا من البلد كلها على ساحة العين والساحة اللي منسميها أول أيار، وبدها تبدأ المظاهرة. هجموا عشان يفرقوا، فرقوا النسوان وفرقوا، لكن كان في عراك بين النساء وبين الجيش إنه إحنا يعني مش متنازلين عن حقنا. في هذه السنة كانت هناك احتفالات العاشور عملياً يوم الاستقلال الإسرائيلي والاحتفالات المختلفة، 10 سنوات على النكبة، وإقامة احتفالات أيضا في بلدات عربية منها مدينة الناصرة والتي جرى من شباب من المدينة قاموا بالتخريب على هذه الاحتفالات. عملوا احتفال وجابوا فايزة رشدي وجابوا مغنين ورقصات، يعني لإيش؟ إنه كان إشي معيب جدا إنه نقبل إنه هذا الاحتفال يمر. طبعا شعبنا اللي صار متفتح وعارف إنه هو متضايق من كل الاحتلال وعشر سنين بتألم من الحكم العسكري، من منع التجول، من البطالة، من كل الأمور هاي، كيف بده يقبل إنه يفرجي إنه هو مبسوط؟ هجموا الشباب والشابات وفي الحجارة أحبطوا الاجتماع. ولم تتوقف جرائم الجيش الإسرائيلي. عام 61 قتل 3 فتية من حيفا لم يتجاوزوا 17 من العمر، جورج وجرياس وريمون. قتلهم جنود إسرائيليون ومثلوا بجثثهم، وبقي اغتيالهم جريمة غامضة لم يشهد عليها سوى جنازة غضب عارمة. نكافح ونجاهد ونقاتل للتخلص من آثار الماضي البغيض، للتخلص من آثار الماضي الطويل. معركة ضد إسرائيل مانعة الاستعمار الذي خلقها الاستعمار ليقضي على قوميتنا كما قضى على فلسطين، قضوا على فلسطين وسندوا إسرائيل بالعصابات وقووا إسرائيل. عندما كان عبد الناصر يلقي خطابا الشوارع القرى إلى آخره فارغة من الناس والكل يستمع إلى خطاب عبد الناصر. أذكر كيف كان الناس يلتفون حول المذياع يستمعون إلى صوت العرب، نشرة صوت العرب في الثانية والنصف، كانت هذه يعني الحدث الإعلامي الأبرز في حياة العربي الفلسطيني في الداخل. على الأقل عبر الإذاعة كان هذا النفس العربي القومي يصلنا. أعتقد أن هذه
المفارقة التاريخية بين النكبة من ناحية وبين صعود الناصرية من ناحية أخرى كأنها غطت على النكبة وأعطتنا نفسا قويا أن نعيش، أن نتأمل، أن يكون لنا أمل كبير بأن الأمور ستتغير حتما. أوائل الستينات ورغم الحكم العسكري نشأت حركة قومية عربية فلسطينية اسمها حركة الأرض. هذه الحركة عمليا كانت بداية تنظيم أول مرة لمجموعة اللي هي مستقلة عن العلاقة مع المجتمع اليهودي، يعني كان محاولة وطنية فلسطينية أن تتنظم وتخوض المعركة السياسية في محاولة تنظيم المجتمع الفلسطيني أيضا على خلفيات قومية. في 64 ضمن عملي في إطار الأرض قررنا أن نرسل مذكرة إلى الأمم المتحدة عن أوضاع العرب الموجودين هنا، وقد قمنا فعلا بإعداد هذه المذكرة عن أوضاع العرب وترجمناها إلى الإنجليزية، ثم توليت طباعتها وتجميعها، وقمت بإرسال نسخ عنها من بضع عشرات من مكاتب البريد في إسرائيل حتى لا تقع في أيدي الرقابة، رسلت من كذا مكتب، وفعلا وصلت المذكرة وأثارت ضجة كبيرة جدا. كان مرض الضجة أنها المرة الأولى التي يرفع فيها أصحاب البلاد شكواهم إلى الأمم المتحدة. جاء في المذكرة أن إسرائيل تطبق منذ 16 سنة الحكم العسكري على سكان البلاد الأصليين، وأنها سنت قوانين ظالمة فصادرت أراضيهم ونسفت بيوتهم، وحرمت القرى العربية من مياه الشرب والكهرباء والطرق المعبدة، بينما وفرت هذه الخدمات في جميع المستوطنات اليهودية. حركة الأرض كانت حركة اللي تحركت بشكل مستقل، نبعت من قلب المجتمع الفلسطيني وحاولت أن تأتي في إطار جديد لتنظيم هذا المجتمع وخلق خطاب جديد تم قمعه مباشرة من قبل المخابرات والجهاز الأمني الإسرائيلي. لم يمنحونا رخصة لإصدار صحيفة فأصدرناها على شكل نشرات فردية لمرة واحدة مرة كل أسبوعين، ثم صدرت كل هذه النشرات وقدمنا إلى المحكمة، وبعد ذلك حاولنا إقامة حزب فرفض الطلب، ثم حاولنا إقامة شركة فقبل الطلب، ولكن الشركة لم تستطع ممارسة العمل السياسي. وفي سنة 1965 حاولنا المشاركة في الانتخابات فأعلن عنا حركة غير قانونية وتم حلها ومصادرة كافة أملاكها، وأبلغنا بصريح العبارة أنه لن يسمح لنا بهذا النشاط. يومنا خدشوت مقداش عيرف لديوني هكنسة بإنيان هممشال هتفاي بطل هممشال هتفاي مفكير بيتخنا هبنميش الأرض ونتايم أخرخي كوخ مرتيا גם כלפי השונה מבחוץ וגם כלפי השונה מבפנים. כאן כל שכסיית על סיאסי, על מונדרי, ضد السياسة الإسرائيلية كانت تفرض عليها إقامات إجبارية، إن كان سياسيين أو إن كان أدباء. يعني الأدباء مثلا كانوا توفيق زياد، محمود درويش، سميح القاسم، صليبة خميس، كل هؤلاء اللي كانوا بالأساس المثقفين كان مفروض عليهم إقامات إجبارية بحجج مختلفة. يعني ممنوع أن يغادروا مكان الإقامة. قائد المنطقة يحق له أن يصدر أمر إقامة عسكرية فش عليها نقاش، يعني ما حدا بيقدر يلغي هذا الأمر. وهذا بيعني أنه الشخص اللي مفروض عليه إقامة إجبارية لست أشهر بعدين قابل للتمديد بمددوها كل ست أشهر، ممنوع أن يخرج من بلده في ساعات النهار وممنوع أن يخرج من بيته في ساعات الليل. وكانوا أحيانا يأتون ليتثبتوا أن ذلك يحصل. أنا لما فرضت علي الإقامة الإجبارية كان الساعة 12 بالليل، 2 بالليل، الصبح، المساء، كان تيجي سيارة الشرطة تدق على الباب وتسأل إذا كان موجود ولا مش موجود، ويجب أني أثبت أني أنا موجود بالبيت. طبعا من يخالف، يعني إذا كان حدا ما كانش موجود في عليها سجن ومشاكل بيطلعش منك بالحياة. يعني كان في جملة أو مسبة شائعة، عربي ملوخلاخ، عربي قذر. فعندما عاد هذا المواطن في أواسط الستينات وسمع محمود درويش يقول سجل أنا عربي، هذا كان شكل من أشكال رد الفعل. هذه قوة الكلام، قوة الكلام في صياغة، في صيانة
معنوية الإنسان. أذكر قصيدة سجل أنا عربي منذ طفولتي، والآن أنت تتحدثين إلي وأنا يعني أرى الراحل محمود درويش يقف شابا قويا، كلمته واضحة، صوته جهوري، ويلقي القصيدة في الجمهور على مختلف أجياله، والكل منفعل ومتأثر من الطريقة التي كان يلقي بها هذه القصيدة. سجل أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر، وأطفالي ثمانية أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر، ولا أتوسل الصدقات من بابك، ولا أصغر أمام بلاط أعتابك، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي، أنا اسم بلا لقب، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. عام 64 سجل محمود درويش أنا عربي، وعام 65 سطر سميح القاسم لن أساوم، وأنشد توفيق زياد عام 66 أناديكم أشد على أياديكم، فأطلق عليهم غسان كنفاني لقب شعراء المقاومة. آنذاك كان أصحاب البلاد على موعد مع إلغاء إسرائيل الحكم العسكري بعد 18 عاماً. إنه إسرائيل كانت تحضر للمواجهة مع الشعب الفلسطيني اللي هي أشمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك كانت تعرف إنه قواها يعني القوى التي تستطيع أن تتحكم بالفلسطينيين، الأشخاص المدربين على التعامل مع العرب، الأشخاص المدربين على اللغة العربية، على التعامل مع المبنى الاجتماعي للمجتمع العربي، لم يكونوا بعدد كافي، ولذلك تم التحضير من أجل نقلهم من العمل داخل المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل إلى العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولذلك يعني هنالك عندما نقول بأن حرب 1967 كان هنالك تحضير لها من الجانب الإسرائيلي، قد يكون أحد جوانب التحضير هذا الجانب، لكن المسألة الأساسية هي أنه عندما أبطل الحكم العسكري لم يكن المقصود منه إبطال الحكم العسكري، كان هنالك حاجة إسرائيلية لأن يتم صبغ صورة علاقتها مع المواطن العربي وكأنها مواطنة مبنية على المواطنة، رغم أنه المضمون هو لم يكن مبني على المواطنة، وحتى الآن هو غير مبني على المواطنة إلا على علاقات القوة والجذب والشد والطرد. ولذلك يعني هنالك يعني 18 عاما لم تكن فقط هي سنوات الحكم العسكري، بل هي كانت سنوات التي وضعت الأرضية للنظام التعامل مع المواطن العرب الذي لا زال يتحكم في وضع المواطنين العرب. كل هول القومية العربية وانهار في 6 أيام، هذا كان أمر اللي كان يجب أن نطور أجهزة مناعة جديدة. فيوم توفيق زياد قال أمس لم نطفو على حفنة ماء، ولذا لن نغرق الساعة في حفنة ماء، من أجل المحافظة على الرأس فوق الماء، أن يبقى في حالة نتنفس، أن نأخذ نترشق هواء. منذ النكبة منعت هذه البوابة، بوابة مندلبوم في القدس، فلسطيني الداخل من التواصل مع أبناء شعبهم، لكن نكسة 67 سمحت بلقاء أصحاب البلاد بأهلهم في الضفة الغربية لأول مرة بعد انقطاع دام 20 عاماً. ب67 لأول مرة نزلت بالقدس القديمة، وكان عمري 18 سنة، كان بالنسبة لي أني شفت نسخة من جريدة الأهرام أو الجمهورية أو مجلة الأداب أو الأديب في ذلك الوقت، كان بالنسبة لي يعني كأني بشعر أني احتضنت العالم العربي، وهي أنا موجود هناك يعني، وكان الإحساس في أنه تتدخل إلى حي عربي، تدخل بالسوق بعدين بشارع صلاح الدين بالمحلات، ما تسمعش حواليك إلا لغة عربية، وبتشوف كل شيء مكتوب باللغة العربية،
وناس بتصيح بالسوق على بضاعة عربية كل شيء. فأنا بالنسبة لي بحكي يعني كإحساس فردي، بالنسبة لي كأنه أنا دخلت إلى بوابة كبيرة، دخلت إلى العالم العربي، وكان لقاء هذا اللقاء الأول مع العالم العربي اللي بعدين تطور شوي أكثر. طبعا صار لقاء بين كتاب ومثقفين فلسطينيين اللي زاروا بعدين حيفا وجاءوا من نابلس ومن رام الله ومن القدس إلى حيفا، وإحنا كمان في مرحلة كان بإمكاننا أن نستطيع أن نوصل على رام الله وعلى نابلس وجنين ونشوف شيء عربي غير مألوف بالنسبة لنا، كله عربي، لأن هون العربي في هاي البلاد ما بقي، في يافا وفي عكا وفي حيفا واللد والرمل هو عربي يهودي. الغزو اللي صار لتهويد المدن العربية كان بالنسبة لنا حيفا مش مدينة عربية، هي مدينة عربية عرب ويهود. انك تروح على مدينة زي رام الله او على القدس وتشوف انت بس هناك في عرب، انت موجود بهذا الفضاء العربي، صار احساس انه نحن موجودين بهذا الفضاء الواسع العربي. بعد احتلال 67 وبعد الحصار لل 67 ولغزة، كان هناك كميات هائلة من العمال الفلسطينيين اللي فاتوا على 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 داخل إسرائيل للعمل في إسرائيل، وعمليا القسم كبير من العمال الفلسطينيين اللي كانوا من 48 أجادوا اللغة العبرية، فصاروا هني واسطة بين أصحاب العمل اليهود وبين العمال الفلسطينيين وأعطاهن مكان جديد. فنحن مش بس بنتحدث على تغيير في العلاقة الثقافية، بنتحدث أيضا على تغيير في العلاقة الطبقية، صار في نوعية جديدة في فلسطينيين اللي هن مكاني كمواطنين، وفي فلسطينيين اللي هن تحت الاحتلال، وفي ناس اللي بيعرفوا عبراني وفي ناس اللي ما بيعرفوا عبراني، في ناس اللي بيقدروا يتجولوا في الداخل وفي ناس بيقدروا يتجولوا بس بمناطق محدودة. فعمليا هذا أعطى أيضا مكان، يعني أعطى تواصل ثقافي، ولكن أيضا أعطى مكان اقتصادي مختلف. تم التأسيس لإخراج الفلسطينيين في إسرائيل من الحركة الوطنية الفلسطينية المنظمة بعكس هويتهم الفلسطينية بعد 1967. أنتم جزء من الشعب الفلسطيني، وعيكم فلسطيني، هذه هي الرسالة التي أتت من قيادة منظمة التحرير، لكنكم لستم جزء من المشروع الوطني الفلسطيني الذي خطط له ياسر عرفات وقيادة منظمة التحرير على أن يكون في الضفة الغربية وقطاع غزة ويشمل الفلسطينيين في الشتات. طبعا الآن الواقع هو غير شكل، لكن الواقع اللي نتج من الاتصالات بين قيادة المواطنين العرب في إسرائيل في أوائل سنة السبعينات والحركة الوطنية الفلسطينية بالخارج هو هذا التقسيم الوظيفي أو هذا التقسيم السياسي لأدوار الفلسطينيين بحالاتهم المختلفة، وبنتيجة أيضا الانتصارات التي حققتها إسرائيل، والمؤسسة الإسرائيلية أصبحت تشعر في ثقة بنفسها وقوة أيضا بما يكفيها لأن يعني تنسحب من عملية فرض الضغوطات القاتلة على من تبقى من الفلسطينيين. بدأوا يعاملونهم أحسن مما كان عليه الوضع السابق، لأنهم جوبهوا بالمشاكل التي كانت تعترضهم في المناطق المحتلة، وبصراحة لم يكونوا على استعداد أيضا لمشاكل بين الداخل، بين عرب إسرائيل في الداخل، وبصراحة أكثر لم يكن معنيين بأن يحدث هناك نوع من الاضطهاد يمكن أن يؤدي إلى التحام أكثر بين عرب الخارج وعرب الداخل، فلذلك ميزوا بين قوسين إلى حد ما لصالح العرب الموجودين في الداخل للحفاظ على هدوئهم وسكوتهم، وهؤلاء استغلوا هذا الوضع ونشطوا سياسيا. شهدت بداية السبعينات نشوء تنظيمات سياسية للفلسطينيين داخل إسرائيل، منها أبناء البلد واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العرب واتحاد الطلبة الثانويين واتحاد الطلبة الجامعيين. وشكلت هذه الهيئات عام 75 مع الحزب الشيوعي والمستقلين لجنة الدفاع عن الأراضي التي دعت إلى مؤتمر شعبي في الناصرة حضره الآلاف استنكاراً لاستمرار مصادرة الأراضي. كان رئيس الوزراء آنذاك إسحاق رابين ووزير الدفاع شمعون بيرس. Unfortunately, the Arab countries are still among the very few blocks on earth that cannot support or tolerate anybody who is Muslim and Arab alike. Over the last few years,
Arab countries suppressed a minority in Iraq, the Kurds. Now they are trying to put an end to an understanding with a Christian democracy or a Christian community in Lebanon. She increases. أشرف بيريس آنذاك على إعداد مشروع يرمي إلى تهويد مزيد من مناطق الجليل مع فرض ضرائب إضافية على العرب وقمع المعلمين الوطنيين. عرف المشروع لاحقاً بوثيقة كينغ. كينغ كان متصرف لواء الشمال، يعني المسؤول الأول من وزارة الداخلية على لواء الجليل الشمال، وهذا كتب بالتعاون مع رؤساء سلطات محلية يهودية في المنطقة، نتسيرة عليت، العفولي، المجادل، كتب وثيقة عرفت باسم وثيقة كينغ، هي توصيات تصوير وضع قائم، قراءة وضع قائم بخصوص الأقلية العربية الفلسطينية، وتوصيات للحكومة في كيفية التعامل مع العرب، مثلا التسهيل عليهم للدراسة خارج البلاد والتضييق عليهم في العودة. ومع بداية عام 76 لم يعد لدى أصحاب البلاد أي أراض إضافية للسكن أو الزراعة بعد مصادرات مستمرة وصلت إلى 5 ملايين دونم من أراضيهم. ورغم كل احتجاجات لجنة الدفاع عن الأراضي أمرت إسرائيل بمصادرة 21,000 دونم إضافي في الجليل، فقرر أصحاب البلاد لأول مرة إعلان الإضراب العام. إعلان إضراب عام لم يكن بالقرار العادي، كان قرار استثنائي جداً وقوي جداً بدون قيادة حكيمة وقيادة قوية، ما كان لينجز. السلطة اتخذت كل الإجراءات والضغوط والتهديدات التي يمكن أن تكون لمنع قيام الإضراب ولم تنجح، بما في ذلك محاولة تجنيد اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية التي جمعتها بحضور توليدانو في مدينة شفاعمر، كان يراقب الاجتماع الذي جرى في بلدية شفاعمر في محاولة لاستصدار قرار من اللجنة القطرية بإلغاء الإضراب. كان ذلك 5 أيام قبل الإضراب، كان أقل من أسبوع قبل الإضراب، وفي حينه الموقف المشهود لتوفيق زياد في ذلك الاجتماع، كان قد أصبح رئيسا لبلدية الناصرة، ووقف وقال قرروا ما شئتم فإن الشعب قد قرر والإضراب سينفذ رغم أي قرار ممكن أن يكون. الاجتماع اللي كان في شفاعمر وقرروا فيه أن لازم يكون في إضراب، أبلغنا كل النساء اللي هن معنا وقلنا ديروا بالكم اعتمادكم في القرى على النساء، لأن الرجال أخذوا 3/4 أخذوهم للسجن. يوم الإضراب منذ الساعة 5 صباحا انتشرنا على محطات الباصات لثني العمال الذين تحت الضغوط ضغط عليهم ليتوجهوا إلى العمل حتى لا يتوجهوا إلى العمل. عن إضراب للمؤسسات، عن إضراب للعمال، عن إضراب للطلاب، عن إضراب لكل مرافق الحياة. ويجب أن نفهم هنا أن المؤسسات وحتى مثلا المدارس هي تتبع وزارة المعارف الإسرائيلية. طبعا طبعا طبعا، يعني هذا تحدي، يعني مش القضية مش قضية أنه نقول لأولادنا يلا روحوا على البيت، إنما المعلمون هم أيضا تابعون لوزارة المعارف. كان هناك قرار أن يقمع الإضراب مهما كلف الثمن، وكان هناك كما يظهر أيضا قرار سياسي أن نعيد الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل إلى حالة الخوف. المنطقة الشمالية في جيش الإسرائيلي، وهو أنزل قوات ودبابات إلى سخنين
وهنالك بطولات نادرة يعني اليوم ممكن أن نتحدث عنها، يعني في مرحلة معينة كان ذلك مشكلة أن تتحدث عنها عندما أسر الشباب دبابة إسرائيلية بأيديهم العزلاء. أنا بقدر أقول إنه النساء أبلت بلاء حسنا بشكل جيد جدا، النساء قاومت معارك يعني يهربوا الشباب يقاوموا البوليس والجيش، وانقتل منهن قتلت خديجة شواهني. دفعنا ثمن غالي، 6 شهداء وعشرات المصابين ومئات المعتقلين، كان الثمن غالي، ولكن في نهاية المطاف تم استعادة الأراضي. ويجب أن يشاهد المشاهد في العالم العربي منطقة 9 اللي صدرت ويرى الخضار ويرى الأرض التي تعطي ثمار لأصحاب هاي الأراضي. فعمليا الأرض 21,000 دونم هدول عبروا عن أول مرة وقفة جماعية للمجتمع الفلسطيني في داخل إسرائيل أمام جهاز المصادرة والتهميش للمجتمع الفلسطيني والبطش في المجتمع الفلسطيني والنجاح. يعني هاي كمان أهميته، لأنه كان في هناك مواجهات من 48 إلى 76، كان في مواجهات مستمرة، بس بال 76 عمليا نجحنا أن نتصدى لهذه المصادرة، وتحول هذا اليوم إلى يوم عمليا كبرياء، إلى يوم اللي فيه نحن نقول للإسرائيلي أنه إحنا مش مستعدين نقبل في مصادرة أملاكنا ومصادرة أراضينا وبيوتنا لبناء الدولة اليهودية، ونحن نقول أيضا للعالم العربي أنه حتى لو كنا بدون سلاح نستطيع أن نقف ونتصدى. ورغم قمع البوليس الإسرائيلي نظم أصحاب البلاد في الذكرى الأولى ليوم الأرض تجمعاً قرروا فيه إقامة نصب تذكاري في المقبرة الإسلامية في سخنين، ليبقى هذا النصب شاهداً على التحدي الفلسطيني ومخلداً أسماء شهداء يوم الأرض 6. أنا أنتمي إلى الجيل الذي ولد بعد يوم الأرض، إلا أنني أملك، إلا أنني أشعر بالانتماء إلى هذه الأرض كما لو أنني ولدت قبل عام 48، كما لو أنني عشت النكبة الفلسطينية، وكما لو أنني كنت أحد الناس الذين شاركوا في يوم الأرض. وهي كانت معركة مفصلية اللي بعدها إذا بتشوفي على نتائج الانتخابات البرلمانية اللي كانت بعد 76 بتشوفي أنه صار في تحول بعد 76، وصار في نقلة من أغلبية عربية تصوت للأحزاب الصهيونية نتيجة الخوف والرعب إلى أغلبية عربية تصوت للأحزاب الوطنية،
ومن هناك يعني كانت البداية مع الجبهة الديمقراطية، واستمرت مع بسنوات الثمانين مع الحركة التقدمية إلى الحركة الإسلامية إلى التجمع الوطني الديمقراطي والحزب العربي الديمقراطي. فعمليا صار في تحول. الآن نتحدث أنه الأغلبية الساحقة في الانتخابات الأخيرة صوتت للأحزاب التي تمثل مصالح المجتمع العربي الفلسطيني. هذا الجسر الفاصل بين الضفة الغربية والأردن. عام 77 سمح لأول مرة لأصحاب البلاد بعبوره من أجل أداء فريضة الحج. حرموا 30 عاماً من الخروج للحج حتى تم ترتيب الأمر مع الأردن ومصر والسعودية شريطة السفر فقط براً في حافلات خاصة لأكثر من 2000 كيلومتر. في سنة 80 بدأت فكرة إقامة مؤتمر الجماهير العربية، وعملت اللجان الفرعية على بلورة وثيقة بيان ليصدر عن المؤتمر يشكل رؤية لنا، وقع عليها عشرات الآلاف في كل أنحاء البلاد. قبيل عقد المؤتمر كان بيجن وزير الأمن أصدر قرار بمنع عقد المؤتمر استنادا إلى قوانين الطوارئ، وحظر المؤتمر. طبعا الوثيقة صدرت أننا نقول أننا أقلية عدديا، ولكن نحن وحدة قومية، نحن جزء من الشعب العربي الفلسطيني. يا شعبنا البطل، يا أبطال شعبنا المعطاء. بلغ عدد أصحاب البلاد عام 80 نصف مليون فلسطيني. كتبوا في الوثيقة الصادرة باسمهم: لا يمكن أن ننكر حتى لو جوبهنا بالموت نفسه أصلاً العريق أننا جزء حي وواع ونشيط من الشعب العربي الفلسطيني، وأننا نحن أهل هذه البلاد ولا وطن لنا غير هذا الوطن. أكتوبر 2000 كان زمناً فاصلاً بين ما قبل وما بعد. في اكتوبر 2000 حسيت انه يعني مش هسه وقت انه انا استسلم واترك اترك حالي عند تحت الكرسي واستنى فيه بده يظبط رصاصه ويقتلني، يعني مش هذا هو الوقت المناسب اني استسلم. رادت بقتل 13 شخص شاب لمجرد انه ظهروا. ارادت اسرائيل ان تقول لهم انه اذا رفعتوا راسكم بقضيه وجودكم احنا راح نقتلكم.